الو، ايوه انا من حضرتك. ايه فين يا فندم؟ لا 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 لا، انا جاي لحضرتك. في ايه يا خالد؟ مين؟ مش عارف، جارنا اللي جنبنا ده تقريبا عايز يطلع بعربيته وانا قافل عليه او حاجه زي كده. نامي يا حبيبتي، نامي. انا هي على طول. انت هتنزل دلوقتي؟ لازم انزل له، مش هتاخر. انا زوج والدته يا فندم، وولي امره، وانا اللي اديت له مفاتيح العربيه، وكلنا سوقنا عربيات اهالينا واحنا شباب، يعني حضرتك عارف. يعني حضرتك اديته المفتاح وبعد كده نسيت؟ للاسف هو ده اللي حصل. طيب ده بالنسبه لسرقه العربيه، هنعمل ايه بقى في تهمه قياده سياره بدون رخصه وكمان كانوا بيشربوا في العربيه؟ بيشربوا ازاي يا فندم؟ لا لا لا، كده اكيد في سوء تفاهم. انا عامل له محضر قياده بدون رخصه، وده اشفاقا عليك انت ووالدته. ايوه يا فندم، بس ما استاذ خالد، انا بحاول اساعدك يا فندم. انا اللي شلت الرخص من العربيه وهو ما كانش يعرف، ولو في حد غلطان يبقى انا. يا فندم الولد عايش طول عمره بره مصر، ما عندوش علم بقوانين البلد. الولد لو كان عمل اللي عمله ده بره كان زمانه في الاحداث بيتعاقب دلوقتي. معاك حق يا فندم، كلامك صحيح. طب انا ممكن اضمنه باي شكل من الاشكال؟ ارجوك يا فندم تعتبره اخوك الصغير. انا بقول لحضرتك انا اللي غلطان، الغلطه غلطتي انا. ارجوك يا فندم.